شيخ، بالنسبة للمرأة هل أيضا يشرع لها الاعتكاف؟ نعم، بالنسبة للمرأة يشرع لها أن تعتكف، ولكن هناك أشياء كثيرة لا بد من بيانها. بالنسبة للاعتكاف للنساء مشروع، بدليل أن أمهات المؤمنين اعتكفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفن بعد وفاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف مرة في المسجد، فجاءت إحدى نسائه فضربت خباء لها في المسجد، ثم جئنا الجميع، جاء جميع نسائه، جئنا بالأخبية فوضعنا في المسجد يعتكفنا. فنظر النبي عليه الصلاة فقال: ما هذه؟ فقالوا أخبروه بأن نساءه جئنا يعتكفن، فقال: البر يردنا. فأمر بخيامهن فقوضت، لأن صار فيها نوع تنافس. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا، ولم ينكر أحد يعني من الخلفاء الراشدين، فدل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. لكن لا بد من بيان بعض الأمور. أولا، يشترط للمرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تعتكف، لأن الاعتكاف سنة وحق الزوج واجب، فإذا أذن الزوج جاز لها ذلك، وإذا لم يأذن لا يجوز لها أن تعتكف وزوجها غير راض عنه. الأمر الثاني ما يتعلق بفساد الزمان. إذا أمنت الفتنة ولم يوجد فساد في الزمان، بمعنى أن المرأة تخرج إلى المسجد وتمكث فيه وليس هناك ضرر عليها، فهذا أيضا مما لا بأس به. لكن إن وجد فساد، وجد ثريبة مثلا، فلا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المسجد، وإنما تقوم الليل في بيتها وتصلي وتقرأ القرآن، ولها الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لها أن تعتكف في بيتها أو في مصلاها في بيتها؟ وقلنا بأن الاعتكاف يكون في مسجد، أما الاعتكاف في مصلى أو في البيت فلا يسمى اعتكاف، يسمى مكثا ولبثا وغير ذلك مما يذكره أهل العلم. لكن المرأة إذا نوت يعني الاعتكاف ولم يتيسر لها، فنرجو بأن الله عز وجل يكتب لها أجر الاعتكاف، لأن قد يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمل، قد تبلغ النية بالإنسان ما لا يبلغه العمل، والله تعالى.